في إيطاليا أيضا تشهد البلاد أكبر عمليات تنصت في العالم تحت ذريعة مكافحة جرائم العصابات المنظمة وإحباطها، حيث يوصف التنصت على الهواتف بالطريقة الوحيدة لاختراق عصابات المافيا ومعرفة الصفقات الفاسدة التي يبرمها كبار المسؤولين والموظفين في الدولة، غير أن أفرادا وزعماء من المافيات باتوا قادرين على معرفة إذا كانوا تحت الرقابة أو لا، وذلك من خلال تعاملهم مع أشخاص قادرين على الوصول إلى قوائم التنصت السرية لقاء مبالغ مالية وفقا لصحيفة تايمز البريطانية. وفي هذا الإطار تجادل جهات حول جدوى عملية التنصت التي تكلف خزينة الدولة نحو 200 مليون يورو سنويا. فالأجهزة الإيطالية تراقب هواتف نحو 110 ألف شخص من رجال العصابات وتجار المخدرات والموظفين الذين يشتبه في فسادهم الإداري، لكن مراقبين يؤكدون أن هذه التكاليف يمكن تعويضها من خلال كميات الأموال الضخمة التي تجري مصادرتها من عمليات المافيات أو صفقات الفساد.